أهلي شندي ولا أهلي الخرطوم؟ الأهلي شندي إلى ما إلى الآن هو مستواه ثابت طيلة السنوات السابقة في الدوري الممتاز، قاعد رغم الفقدان. أيوه نعم. لا هو الموسم الفات مر بتجربة. نعم لكن هو يعني حاله، ما هي واحدة من الفرق اللي بقت أصبحت فرق كبيرة تقدر تتجاوز حاله، حال هلال الأبيض والخرطوم الوطني. الأهلي شندي أيضا واحد من الفرق الثابتة في التمثيل الأفريقي، لكن الموسم الماضي، لكن الظروف اللي مر بها الأهلي شندي الموسم الماضي طبيعية. نعم انه يعني ما صار له تفقد 8 لاعبين من 9 لاعبين او 9 لاعبين من تشكيلتك الاساسيه، وجهاز فني وجهاز اداري في دائره الكره، شيء طبيعي كان بالنسبه للاهلي. احنا بنقول برضو بعيدا عن هلال مريخ، اتمنى انه هم يستمروا على هذا المستوى ويحافظوا على هذا الترتيب حتى في وجود وعوده هلال مريخ، لانه طبعا اذا جاء هلال مريخ فبالتالي حابين الفرق القويه في الوقت ده. الأهلي الخرطوم استفاد من تجربة العام الماضي عندما لعب سنتر ليج أمام حيدوب، الآن هو يتصدر وواضح إنه أمن نفسه من بدري. ما دي الفرق اللي عندها روية وفرق أساسا، الفرق الكبيرة ما نعم الفرق اللي بتمنع على أساس إنه تتجاوز كل السلبيات بتاعت العام الماضي وتأخذ عين الاعتبار على أساس إنه هي مطمعها الأول والأخير إنه تكون في الدوري الممتاز. هي